هي بنيتي الشريفة. حلو لي هاي بابا هاجي خد الحمام كيفاش عجبوك ولا نعاودو؟ كيفاش عجبوك ولا نعاودو؟ صافي خليه صافي الله يرضي عليك وراه الحمام صافي الله يرضي عليك الله يسهل عليك يا ربي ما نعرفش يا ربي نصور به الله يرضي سيدي الله يسهل عليك يا ربي امين وعندك سيدي كيف تكون لا كون يا هاني يا خال الله يعاون مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا وصلنا في هذه الجوله مباشره العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء كنعرفوا اليوم تم استئناف الموسم الدراسي وبالنسبة للناس اللي اختاروا دراسة عن بعد كذلك كنعرفوا بعض مناطق الدار البيضاء تم يعني الدراسة عن بعد فيها بشكل إجباري فشفنا البلاغ البارح اللي صدرته وزارة التربية والتعليم بخصوص كيفية الدراسة بخصوص الدروس أنها غتبت على التلفزة العيون القناة التلفزية العيون والثقافية والأمازيغية شكرا يعني كل مستوى والقناة التلفزية فين غيكونوا الدروس جولهم كذلك بالنسبة للتوقيت فالسؤال ديالنا واش كتشوفوا أن الدراسة عن بعد يعني ممكن تخلي التلميذ يكون عنده واحد تحصيل تعليمي جيد تعليقات ما طلعوش عندي ما عرفتش علاش نتمنوا النجاح للجميع يا رب ونتمنوا يعني كنساح المسؤوليه بالنسبه للوالدين الله يحسن العوان عارفين المسؤوليه كثيره كاين اللي عنده ثلاثه وليدات كاين اللي عنده اربعه كاين اللي خدام فيخدموا مع وليداتهم شويه هذه ظرفيه صعيبه كنمروا منها جميع نتمنوا ان شاء الله تزول في اقرب الاجال